السياسة أشبه بلعبة الشطرنج. شو أعمى أنت؟ هلو بملا جديد. تعا تعا رامي تعا شوف رامي شو رح يعمل بالعالم. ليه عملت هيك؟ شو اللي عملت هيك؟ انتبه. ايه انتبه وانت ماشي عمى. انتبه يا اخي انتبه انتبه انت اللي انتبه انت انت انتبه لفت بالثاني لا اوكي ما انت فتت فيني كيف انا فتت فيك يا حبيبي ماشي بطريقي هلا التحق طلع علي شو العالم هاي وين عيونك وين عيونك ما بيصير ليش عليك شو وين عيونك وين انت عيونك؟ ماشي هيك انا زحت عنك تليفوني هذا اشتريته جديد انتبه انت ماشي ليك تليفون واقع بالارض عمى انتبه ماشي بالطريق ليك تليفون جديد انت كتبت ضغط كتفك بكتفي ولا كلمة زيادة شو التليفون انت اللي ضربت فيني كسرت لي التليفون ليك التليفون ما معيت يا زلمة تليفوني هذا هلا بشرفك انت عم تضحك علي انه هذا تليفون كسر وين التليفون وين التليفون بالموضوع هذا التليفون هذا تليفون ايه ايه تليفون بيسمع ايه بيسمع خلص انا بجيب لك غيره انا بصلح كنت عم بسمع فيه عندي محل تليفونات مشويفك انا بصلح لك اطلع بعد ضبضب احسن كسرت لي تليفوني ليه جيت قلت لي على الزلمه خلص فيلم انخلق هلا هو مو جديد مو جديد بس يعني كان بيسمع فيلم انخلق يا عمي شرف خلينا اقول للكاميرا باي بعدين نحكي بالموضوع شو هذا يا جد شو هذا من زمان كتجول حالك هيك شو رأيك حلو فظيع شو رأيك بهالمناسبة ناخد كم سيلفي أنا وياك من عيوني خد هذا من عيوني سيلفي جد شو رأيك راح يعجبها ستايلي لجيجي أكيد جدو أكيد بس أنت جاي جيجي جدو يعني شي ساعة رح يرن جرس الباب بيركض قلبي على الباب مثل الغزال الشارد بفتح الباب بعانقها بحملها وبصير بدور 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 وبلف وبلف وبالله أمواري مشتاق لك وبحبك كتير جيجي الله يا جدو قديشك رومانسي يا ريتني أعرف أعمل مثلك شو عشقان محمود؟ لا 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 مو عشان مع مين بدك تعمل هيك؟ مو مع حدا ما تكون عشقان وخجلان تقول محمود أنا؟ لا يا جدو أنا قلبي صوان يعني لا بدو ولا برو ولا ببق للي بقلبه لحدا يعني قلبي في حدا حاب وما عم تقول؟ لا يا جدو لا أنا قلبي مثل سفنجة بغب بغب بس ما بيطالع اللي بقلبه لا تعصره أنا هيك يعني بدك حدا يعصرك عصر لتواجهه بحبك بعدين بتنبحت وبتبين له عن مشاعرك وأحاسيسك أنا لا يا جدو لا لك أنا أحاسيسي مثل الرمانة لما بتكون مسكرة يعني بتكون أحاسيسي ملمومة على بعضها أيوة. فإذا حدا أشرني بيفرط إحساسي إحساس ورا إحساس إحساس ورا إحساس لهيك أنا يعني بضيع فلا هيك انا بفضل انه ضل ساكت فهمت شو مشكلتك يعني انا مرضان ايه مرضان بمرض الحب هذا مرض خطير جدا 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 جدو بعرف انك ما بتحبني بس ساعدني هالمره ليك الحل الوحيد انك تبطل تنكر انك بتحب بنت جيراني اللي ساكنة فوقنا أنا وأبجح رور مستحيل جدو
يوجع وقلبك شو مخك سميك؟ ليش مخك راح لهونيك؟ لك يا كامي كامي كامي؟ محمود شبك؟ حرارتي ارتفعت شوي استقنت. خلص خلص محمود طلعت النتيجة، انت بتحب كامي والحل الوحيد انك تطلع لفوق وتواجهها. لا لا انا ما بحبها. محمود بعشقها. فجأة كنت حسة بتشبه رفيقي عصام بالصف الرابع، بس بعد ما شفت لابس اللبس الحلو منظره كان بجنن. قلبي هر هر صوانه يا جده، حسيسي انعصرت سفنجاته. شو احكي لك عن القلب والكبد والروح، لك حتى الرمان فرط الرمان يا جده. دمرت دمرت يا جده، دمر شو بدي اعمل. طيب جده هي بتحبك؟ ما بعرف ما بعرف كيف بدي اعرف يا جده كيف. لازم تواجهها وتقلها انك انت بتحبها وهي بتقلك ايه او لا. بهالبساطة؟ ايه تماما بهي البساطة. مستحيل يا جده مستحيل. ليش؟ ليش؟ لك انا عيشتي معكم كلها غلط بغلط. لك انتو دائما بتكسروا مقاديفي، بتضهدوني بالبيت، دائما مضطهد، دائما بتسوني افشل واحد بالكون. لك انا لازم انتحر واخلص وخلصكم من عمري لحم حياتي للي ما بتخلص. ليك من هاي الناحية انت بايدك حق بهذا الموضوع، صحيح انت عايش تحت الضغط بس هذا ما بيمنع انك تواجهها. انت عم تتحجج، انت جبان. ها؟ انا جبان؟ انا شجاع وقوي مقدام. انت شجاع؟ اذا انت شجاع قوم افتح الباب واطلع لعندها وروح واجهها ولا انك بتحبها. ليش اجت كامي؟ ايه من شوي اجت وبعتت لي على الواتساب وقالت لي انه جهز الجويستيك لانه جاي تلعب معي داء وتنتقم مني من الدق اللي غلبتها فيه. بعتت لك وما بعتت لي؟ شفت كيف ما بتحبني؟ لك انت جبان، انت خويف، انت جبان خويف جبان بطاطا باذنجان قوي جبان. انا مو جبان باذنجان، انا قوي، انا شرس، انا مغوار. لك انا شرس شرس. دامك انت شرس روح طالع عند لفوق دق الباب، اول ما بتفتح لك الباب اغلع بوزي من خده وقلها كامي بحبك. انا كامي بحبك. شجعني شجعني شجعني. يلا محمود محمود الا مثل ما قلت لك روح محمود. خلاص رايح. انا قوي هو، انا شجاع، انا مغوار، انا مو بطاطا، انا مغوار، انا شجاع، انا مو بطاطا. بطاطا هاي محمود. بطاطا هاي. شو حلوة عليانة كامي. لك جمال. نعم جدا سؤلت؟ ولا شي حبيبتي، عم بحكي عن واحد رفيقي. كنت بفكره شي قبضاي هيك زقرت من هدول لي هيك، بس طلع المسكين جبان. ليش شو عامل؟ ليش شو ما عامل؟ رفيقي هذا شاب طيوب وحليوة بس مخ يوك، حابب وحدة يعني مو حابب حاببها أكتر بكتير واللي قدايب بدبديبة. بس جبان. لا 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 هو مو جبان، قصدي أنا 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 بعرفه ولا رفيقه ولا جده، هو مو جبان بس هو بيخجل خجول شوي يعني. لا جبان كامي. برأيك أنت يلي بيحب وحدة وما بيعترف له وبيقول له إنه بيحبها شو بيكون؟ حسب. حسب شو؟ يعني ممكن يكون مو متأكد من حبه لإلها ولسه عم يفكر لهيك ما عم يعترف له. لك لا لا متأكد ومخلص ومنتهي من زمان. منتهي قلت لي، معناتها في وحدة تانية كمان وحاطط عينه عليها وعم يقارن بين التنتين. لك لا لا مو هيك. لا لا ما بظن، من ناحية هو حاطط عينه على وحدة تانية ما بظن، بس أنا مستغرب كيف حب هي البنت رغم هو ذوقه سيليكوني وهي البنت طبيعية. لا 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 جدو، لا جدو ذوقه مو سيليكوني يعني احيانا بس مو سيليكوني. اذا سيليكوني وهي معنا هيك بتكون مو معبيت له عينه. لك لا لكن معبيت له عينه واحساسه ومشاعره وقلبه كل شيء.
كل شيء بس جبان. مو جبان، لا تعيد هالكلمة، لا تعيدها، أنا ماني جبان. ليش أنت شو دخلك؟ أنا ما دخلني، بس رفيق لجده كان رفيقي من لما كنا أولاد صغار، فلهيك بهمني أمره. هلأ رفيقك من الطفولة هو ذاته رفيق جده فريد؟ إيه ذاته يعني. يلا جده خلينا نلعب. تكرمي جده. شو هاي ولا شي، بس بدك نصيحتي، قلو لرفيقك من الطفولة إذا ما اعترف له لهي اللي بيحبها بيكون عن جد جبان. أكيد. العبي جده. بام بام. كامي بدي أوريكي شو صورت بغيابك. خلاص خلاص حليه، بعيد عن وش نقوم. شو بتعرفي قديش صار عدد المشتركين عندي؟ قديش صاروا؟ أكثر من 3500 مشترك وأكثر من 3000 مشاهدة. برافو. بليز الله يخليكي، خليني أرجوكي شو صورت بغيابك. بليز بليز بليز. طيب تعال تعال خلاص راح خليك تفرجينا شيء، بس بشرط. شو؟ من الشيء اللي أنا فيه، فهمت؟ إيه. عود. إيه في شيء صورته أنت موجود فيه؟ عود. تعال. فرجينا. بنشغل. هلو بمالا بجيل. اليوم جد فريد حب يتبلع العالم، لهيك جاب. تعالوا نشوف شو راح يصير. بعد إذنك مدام، بس هدي لي شوي مشان أحكي تليفون. الله يخليك. شو بك؟ بس هدي لي شوي. أنا عند غيره. بس احمل لي على أحمد. الله يوفقك. الله يوفقك. يا عمي يا خيلي بدنا نركض. بدي كيف عم تحكي معي هيك؟ بس هديني قال حدا غيري. بس هديني شو بك؟ بس هديني. تليفون الله يخليك. الله يسامحك يا رجل، كاسات وصحون تكسر والله. قديش شو بدك قل لي شو؟ طيب معقولي انت عم لك هد... الله يخليك اعطيك عطوه. الله يوفقك، ابوس ايدك. لا لا ابوس ايدي. الله يخليك. والله مكلفيني 60 دولار. 60 دولار؟ 50,000. روح اشتري بدال الطعم 10. خلص ولا يهمك. طيب اعطينا ورقتين نصيب محلهم هات. لك الله يعينك. الله يخليك. طيب اعطيني النظارات خليهم معي احتياط، بس لا ترجع. والله الا تاخذها. حلفت يا عمي انا مسامحك. حلوين؟ هات تاخذ 100 سلفي. يلا ها. يا عمي خلص. اذا بتريد هديها شوي، اعملها باي للكاميرا. هلا مرتي اذا شافتني بالنظارات شو راح تقول؟ اوه حلوين ها؟ هي مدام تعالي تصور سلفي. انت شايفين ولا شايفه؟ لا. قصدك الارقام؟ لك ايه ما عم صدق، رح يوقف قلبي لك رح انجلط. رح لك شو يعني؟ قلنا قبل ما تنفض انفاسك الاخيره خلصني. 5000 مشترك و8000 مشاهده. 5000 مشترك و8000 مشاهده. 5000 مشترك و8000 مشاهده. فيتو فيتو. فهمنا فهمنا. 5000 و8000 خلص بقى. شفتي ليش ما بعطيه وش انا؟ لانه بينجلي وما بقى هيك بتعكسيه. صار مثل الاجدر. مبروك محمود. خلصينا. شكرا كامي. خلصينا كامي. 5000 مشترك. ايه و8000 مشاهده. لك خراس احسن ما اطرقك بوكس بقوه 5000 حصان. خلي يهر اسنانك يبقوا عيونك، فهمت؟ خلاص ولا كلمة. فهمنا. العبي العبي كامي العبي. مشترك و8000 مشاهدة. العبي كامي. يلا يلا. تاكلي همبرجر؟ اطلب من الطبقات. يلا انت 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 كامي انت. ايه طبعا انا بحب الهمبرجر. يس قول. يس تسلمني رب الجول. انت ما عرفت محمود تسالنا كانه مناكل ولا شيء الا هي وهجمه على الجول. اسف اسف جدو. راح اقوم جيب التليفون مشان اوصي اكل لك. يلا يلا. بدك كل شيء معه؟ بامو بامو.
بتشرب لي جدو؟ شو جدو؟ محمود مريض شي؟ لك لا ما شايفتي قدامك مثل مثل الحصان قصدي. طيب مرهق نفسيا؟ لا. طيب لاقت عليك شي وعم يحددك فيه؟ كمان لا. اي مو معقول، صلي قاعدة ساعة ما سبيته غير مسبتين. اطمني محمود ما بو شي، وانا قررت اكمش حالي شوي وخفف المسبات لانه هيك وعدت لجيجي. والحقيقة محمود مرر بشوية ظروف هيك صعبة، يعني بصراحة بحكي لك بصراحة محمود عشقان. شو؟ ايه جدو، انا بصراحة من وقت حبيت جيجي صرت بعرف وبشعر الواحد بس يحب قدي شو بيتعذب وشو بصير معه. ومين حابب؟ وحدة. وحدة؟ ايوة وحدة. يعني مين؟ كاملة تحرجيني. هذا سر محمود أمني عليه وما بقدر لك. يعني بتعرف مين؟ ايه بعرف. طيب لا تقلي شو اسمه، بس لمح لي تلميح. بنعرفها؟ بنعرفها؟ ايه بنعرفها وما بنعرفها. شلون يعني جدو؟ جدو انت ليش كتير كتير يعني هيك مهتمي بالموضوع؟ لأنه محمود صديقي وأنا لازم أعرف مين بحب، بلكي طلعت غيورة ومنعته يحكي معنا. لا لا هي ما أنا غيورة ولا بتمنعه يحكي معنا أبدا. طيب سيليكوني؟ لك كامي شو سيليكوني ما سيليكوني أنت؟ وهي بتحبه؟ على ما أظن هي بتحبه، بس بصراحة هي أهبل منه. لعبي شو بتحبه؟ أطلب لكم جبت التليفون. أنا ما عاد بدي أكل، طالع على البيت. شي مكامي؟ ولا شي جدو، ما في شي. يلا اطلب لنا 2 همبرجر و2 بطاطا كبير وسلطة الحلن كبيس لأنه جيجي بتحبها كتير لهي السلطة. الله، وأنا ما بدي أكل. تصطفل مشكلتك هاي وانا ما راح اقول لك اللي قالت لي اياه. لا لا نطلب 2 همبرجر، واحد لك واحد لي، ما بقدر اكثر من هيك. اوكي اطلب. يلا ريتو الف صحه يا جدو. على يلا قل لي جدو شو قالت لك كامي؟ طولت ما طولت جيجي، طولت طولت. قل لي شو قالت لك كامي؟ جدو جدو شو قلت لك يا مين؟ ما عم ترد، ما عم ترد يا محمد. جدو جدو شو قلت لك يا مين؟ مين؟ أكيد جيجي أكيد. دو جيجي أموري خريدو أموري ميو خريدو. جيجي أنا خلص ولا كلمة، أنا قررت. شو قررت يا عمري؟ خلينا نروح نتجوز حاجة نضيع وقت بقى. أكيد ما لازم نضيع ولا لحظة، بس أنت متأكدة من قرارك؟ متأكدة فريد، خلينا نروح نتجوز وما حدا يعرف فينا ولا نسأل على حدا إنه روميو وجولييت مش أحسن منا. أكيد بكرة بنصير فريد وجولييت وكل العالم بتتذكرنا وراح تنساهم. يلا خلينا نهرب. يا شباب يا شباب، قصدي جدو فريد وجولييت، لا تتهوروا. شو تهربوا ما تهربوا؟ بليز أرجوك محمود ما توقف بطريق سعادتنا، نحن قررنا نهرب وما نسأل على حدا. محمود أنت أكتر واحد لازم تعرف شو يعني الحب وشو مشكلته، لا تكون الحجر اللي توقفه بش الصخرة. يا حبيباتي يا حبيباتي، أنا معكم وموافق على زواجكم، بس ليش لا تهربوا؟ لنتحدى الكون بحبنا ونوقف بوش الظلم. لك يا الله، يا أنتم مين واقف بوشكم؟ ليش لا حتى توقفوا بوش الظلم؟ بس اسمعوا لي كلمتين، نحن كنا عم نستنى جيجي لترجع حتى نقرر يوم العرس ونعمله، بس ليش لا تهربوا؟ بعدين أنتم جولييت وفريد، ما لكم روميو وجولييت. يلا تعالوا جوا.
صحيح حبيبتي ان احنا ليش اتخذنا هيك بالحاله؟ سوري 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 فريد، بس انا كنت مشتقت لك كثير، بتعرفني انا هيك، بس تتحرك مشاعري بتخيل حالي بشي مسرحيه او فيلم. امور مين فريدو؟ بابو يا ساموري، هيك كنت عم احلم بس تجي احملك ولف فيك ولف 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 وقل لك اشتقت لك يا عمري. فريد لا تخجلني، بس انت مش حملني. مجاز مجاز يا عمري، اصلا لو حملتك ما فازني ما راح تحملني. شو بك فريد، دخلت؟ شوي. لا لا شكلك دخلت كثير. جاب لك الدكتور؟ لا لا انا ما في شيء. ما في شيء. ليك هلا اصلا كنتوا عم تدوروا تفتلوا كانكم بجنينه وتسرحوا وتمرحوا. فريد لا مش طبيعي، لازم جيب اسعاف. لا لا ما في شيء ما في شيء. شكلي تعبان. ايه مريض هيك. فريد مصفر شوي. مصفر ايه؟ لا. فريد عيوني حمر. حمر ايه لا شكلي انا ارتخيت. لا 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 ما ارتخيت، انا عم ارتخي. فريد راح يغمى. فريد 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 تجو فريد تجو تجو. هلو بمقلب جديد. مقلب اليوم عصر العنب على طريقتي الخاصة، بس انا اخذت طريقتي الخاصة من الرومانية. ها تفضلي مدام، دوي لي العصير بس فريش. لك معصور هلا يعني تفرجي، بنفعوسه على الطريقة الرومانية. شايفي كيف؟ يعني ايه فريش كثير. تفضلي بعدين بنحطه بالكاسة بنعمله هيك عصير فريش. شايفي كيف؟ خلص حتى العنب مو مغسول ومعتق يعني. دق لي هي فريش فريش يعني انا كلها شيء. ليه؟ بحرك لك اياها شوي. قدامك معصور. يا بصاك يعني؟ ايه شوف لعيب شخصي. شوف لا 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 يلا بس هي بس هي بس هي بس هي اذا بدك. لا خلص هي فريش بنعصره قدامك فريش كله فريش. هيك معقول هيك. لا لا فريش 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 يعني كله فريش. يا حرام يا جدو. انت بالذات ها انت بالذات ولا كلمه. رايحه انا مفوته جدك على المستشفى بالتفت هيك ما بلاقيك. لك وين تاركنا ورايح راي عم بتصور؟ يا عيب الشوم عليك، انا هيك ربيتك؟ لك تفو تفو هيك تربايه. يا ماما يا حبيبتي والله فكرت تعب عادي، بعدين جدو لف لفتين هون برم وهيك وما في شيء، ما بعرف شو صار يعني، وخلصت تصوير ورجعت فورا. ايه ايه رجعت فورا بعد ما دقينا لك 100 مره. هي لسه ما تجوزته وعملت فيه هيك الخانم، كيف ما تتجوزوا اه؟ ماشي ماما، ما حدا عمل بحدا شيء، هي خافت عليه وهو مشي بالحاله وفكر حاله مرضان. هي يعني جيجي وهو يعني جدو؟ ايه شو مفكره هي ها؟ شو مفكره؟ تسرقه مننا يعني اذا تجوزته؟ انا بدبرها انا بدبرها. هي ما تفكر هيك وهو بحبها، اصلا لشو هالكلام كله هلا؟ يعني جيجي بدها تسرق جدو؟ ايه ليك محمود انا من الاساس من الاساس هي الجوازه ما انا راكبه بمخي، ما انا راكبه بمخي. بعدين ليك بيني وبينك يعني انا حاسه انه جيجي داخله على طمع علينا. طمع؟ قصدك انه جيجي حابه تعيش تحت تقشف كم يوم ومو عرفانه كيف؟ ما بعرف رامي هلا، انت ما تدخلني بهدول القصص، انا كل اللي بعرفه هلا انه نحن لازم نقطع علاقتنا بهي العيله. مين هي العيله؟ عيله حرب والعز. يعني جيجي وكامي؟ ايه ونحن لازم كمان نبعد جدكن عنهم. لا 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 ما خطر ببالك الا هلا تبعديهم عننا؟ ليش ما خطر ببالك قبل يعني؟ يو وانت شو فارقه معك؟ لا قصدي انه كامي جولييت كثير حبابه وكامي رفيقتي. اه قصدك رفيقك يعني لانه هي بتذكرك بعصام رفيقك. لو واذا عصام يعني بتركه لعصام؟ ماما انا شايف انك عم تكبري الموضوع اكثر من حجمه.
لك شو بدكم يعني اعمل؟ شو بدكم يعني اعمل؟ استنى لتشرطه؟ لسه ما فتلت فتلتين وفوتنا على العنايه المشدده. ايه بس ما كان في داعي تحكي هذا الحكي اللي حكيتيه بالمشفى، ما كان في داعي. شو قلت لها؟ قالت لها انتم من عندكم ونحن من عندنا، لهون وبس. مزبوط. بسببك رح يروح الوالد من بين ايدينا. قولي وين كنت انا لحتى ما سمعت الحكي؟ كنت واقف معنا وشارد عم تطلع بكامي كأنك شايف شي كائن فضائي. مشان هيك طلعت جيجي بسرعة وعم تبكي. انتهينا. عيلة الفريد والسعادة ما عاد بدي ابدا تتواصلوا ولا بأي شكل من الأشكال مع عائلة حرب والعز، واللي بيخرق هذا القانون يعتبر حاله مقلع من البيت. سمعتوا شو؟ ماما الله يخليكي، صرتي كتير اوفر يعني، ليش كل هذا الشيء يعني؟ وبس يطلع جدكم بكرة أنا إلي حكي تاني معه. ماما ليش ما طلع جده اليوم؟ حبيبتي عم بيعملوا له تحاليل وبكرة بس تطلع النتائج بيخرجوا. لوين يا مهون؟ صور. أيوة قلت لي تصور. أخذ لارا ورامي معك. استنوا شوي. سكي لارا هي مشان إذا محمود فكر أو حاول يتواصل مع العيلة التانية دغري بتقلي لي فورا. هيك عينك عينك رامي حبيبي، انا بعرفك انك ما بتنشرب المصاري، مسيك تقبر قلبي اتبرع فيها لاي جمعيه بدك اياها، بس اذا سمعت انه محمود عم بيتصل بكامي او جيجي فورا انت الثاني بتخبرني. بامري ماما انا هون. مو شايفتيني؟ شايفتك. شو بدك؟ عم تتفقي معهم علي وقدامي؟ شو حبيبي؟ ما انت ابني يعني اتفق عليك من ورا ظهرك؟ مو معقول. لا تآمري تآمري علي قدام عيوني احسن. يلا يلا روحوا على التصوير لنشوف مين بده يفوز بقى. بشو؟ بالصراع اللي رح يدور بين عيلتنا وعيلتهم. صراع؟ صراع؟ حظي صار في صراع؟ لك باللحظة اللي كنت اعترف لها لكامي بحبي إلها صار في صراع بين عيلتنا وعيلها؟ صراع 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 حظي؟ هلو بمقلب جديد. اليوم أخي عبقرينو صابوا جنون العظمة وأخذ دارة ونزلوا على الشارع. شوفوا شو عملوا بالعالم. سوري بس تعرفي هون شي بانج بليز؟ بانج. ايه خالد شو؟ تحكي معي؟ لا جاي من برا. عفوا عم تحكي معي؟ تحكي معي؟ لا وينه؟ مين؟ مين عم تحكي؟ وين عم تأشر لمين؟ ما في حدا. وينه؟ على البحر؟ زلمة عم بتكلم. ما في حدا. عفوا ما في حدا هون. ما في حدا هون. يكون فوق يا سليم. تحكي مع حالك؟ لا مع مين عم تحكي؟ مع هيدا. ما في حدا عم هون. ما في حدا. هو هو في البحر وفي ناس عم يسبحوا. ما في حدا. هيدا مش شايفه. ما في حدا. ما في حدا. بتحكي مع حالك يا اما عم تحكي معي؟ واحدة من اثنين. لا عم بحكي مع حالي. انت يعني معقولة ترضى يكون هيك حالته؟ لا لا انا بس مش لا لا انت مريض. انت مريض. بدك رقم دكتور؟ لا خلي عني. شاطر كثير. شوف دكتور نفسي خلص. لا تحكي مع حالك. ما في عاقل بيحكي مع حالك. والله؟ والله. احكي مع حالك. زوري دكتور. الله يشفيكي الله يشفيكي. بدك رقم الزلمة بعطيك اياه. لا عندي حكيم نفسي. بدك ابعتك لعنده؟ لا بدك طبيب. حل عني. بدك طبيب نفسي. حل عني. مريض نفسي. خلص روح شي وعصبي كمان. اخوتي عم يقبض؟ شي بخسر. لك انا بدي ادلك على واحد فهمان. ما بدي ادلني. ورخيص. ما بدي. ليش؟ حرة انا. بدي اضربه. روح. يا الله دكتور نفسي هذا مجنون. انا انت مجنون. حل عني. ليك كيف عم يعمل شي؟ حل عني. لا 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 مو 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 طبيعي. عم يحكي مع حاله. عم يحكي مع حاله. تخيلي والله شو هاليوم. تخيلي عم طفش السياحه. لا لا السياحه. شو ها؟ لك شو السياحه؟ انت مجنون. مجنون اذا اتصل بحقوق الحيوان. مين عم بيتصل فيك؟ هذا رفيقي. مين رفيقك؟ رفيقي ما بتعرفه انتو اسمه محيي. مين؟ انت عندك رفيق اسمه محيي؟ ايه بصوا انا حكلمه وحرجع عليكم عن اذنكم. كلمه.
يا صاحبي يا محي. محمود انا كامي مو محي. انا عارف يا محي، انا عارف. حقول لك كل حاجه. انت بتكلمني كده ليه؟ برضه بتقلي اني شبه الاولاد؟ لا يا صاحبي يا محي، انا قلت لك بس اشوفك حقول لك عن كل حاجه. انا مش فاهمه حاجه، بس بص انا مستنياك بالحته بتاعتنا بالشارع اللي ورا البيت، ما تتاخرش عشان الدنيا مطربقه عندنا بالبيت. وعندنا مطربقه الدنيا زي عندكم يا صاحبي يا محي. انا اول ما اخلص من مأزز مؤنثه هاجي لك فورا يا محي. مين دول؟ دول الحراس الامنيين بتاعي. ماشي. هكلمك. مع السلامه يا صاحبي. اشوفك. مع السلامه. مع السلامه يا محي. شو رايك نلعب لعبه؟ ايه نلعب. ايه مين بوصل على البيت اول؟ بس بدي عد اول. اوكي يلا يلا. ها، 1 2 3. انا كامي. كلمه السر محي. ايه خذ الباص هذا بسرعه، معقول كثير نكون مراقبين؟ كيف عرفت انه احنا مراقبين؟ لانه جيجا منعتني اتواصل معك باي شكل من الاشكال. ونحن كمان منى منعتنا انه نتواصل معكم باي شكل من الاشكال. قال جيجي انه الكونفليكس اللي بين عيلتنا وعيلتكم بلش. شو هاد كونفليكس؟ صراع محمود، الصراع. ونحن عندنا الكونفليكس بلش، بس الصراع هذا ما بيمنعنا انه ما نحكي مع بعض. ليش ما انت؟ انا شو؟ ولا شيء. كامي انا بعدين انت لهلا بتشبهني للاولاد، فوق بتقلي محي. لك لا يا كامي، ما بتفهمي علي، بس انا ماما بحكي لارا ورامي يراقبوني، وانا ما بحسن الا غير هيك. بعدين انت لا محيي ولا عصام ولا فؤاد، انت كامي. كامي انا عندك لقطتكم. فاكرين اذا كنتم متنكرين ما راح اعرفكم؟ قدامي محمود، قدامي على البيت. كيف عرفتي اني هون؟ كيف عرفتي اني هون؟ أنا قلت له سعدي. شو عرفك إنه أنا هون؟ شستك من شباك المطبخ قدامي محمود. ويا ريت يا ريت أنتم من العيلة التانية ما بقى تعملوا هيك حركات وتحاولوا تتواصلوا مع حدا من عيلتنا. يا ريت أنتم يلي من العيلة التانية أنتم ما تحاولوا تحكوا معنا. كل هون على ميزون كامي، على ميزون محمود. ميزون فيزون. امشي على البيت. ما عندي فيزون. هلا ايه كامي، بكره بشوفك الساعة 12 عند الحرش. ايه ماشي ماشي. لا لا تدخل. يا الله شو جابوا هذا هلا. الحمد لله على السلامة. طمنا. بابا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. منيح منيح يا بابا. ليش اجيت لحالك؟ كنت انا رحت وجبتك من المستشفى. ما في داعي بابا، ما في داعي. تفضل حبيبي. هات هات عنك. هات جدو التحاليل شو طلع فيه؟ طمنا. كله منيح جدو، كله تمام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شفت يا جدو شو عملت فينا ماما؟ شو عملت؟ قالت لنا ما بدي عيلتنا تحكي مع عيلة جيجي. كلام امك صح، هذا اللي لازم يصير. سمعت؟ هذا مو بس قراري، هذا قرار جدك الحكيم كمان. سمعت؟ لا يا جدو لا. ليش هيك عم تقول؟ جدو كلام امك صح، انتهينا خلاص. فهمت؟ لا يا جدو لا. نسيت يا شمس المضيئه يا سنبلتي الجميله وهالكلام الحلو؟ محمود جدو خلاص انتهينا، ما في داعي لهالحكي. فهمت؟ انا فايت ريح بغرفتي. ايه حبيبي انا بساعدك. قوم يا قلبي قوم. شو العيلة هاي؟ حاسس حالي عن جد صرت بمسرحية روميو وجولييت.
ليش شو بصير بالمسرحية؟ مو معقول الجهل، عن جد ما بتعرف قصة المسرحية؟ لا 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 أنا بعرف بعرف بس أنا نسيت، ذكرني. نسيت؟ إيه إيه. هاد يا سيدي في عيلتين بيكرهوا بعضهم كتير كتير وبيضل في بيناتهم مشاكل، ومن كتر ما في مشاكل وفي حقد بيناتهم يوم من الأيام ينسوا سبب المشكلة الرئيسي، بس بيضلوا لا هاد قبلاني صالح هاد ولا التاني قبلاني صالح الأولاني، عرفت؟ وبيوم من الأيام بيطلعوا بنت وشاب من العيلتين بيحبوا بعضهم كتير كتير وبيحاربوا الدنيا كلها، كل الدنيا بيحاربوها ليضلوا مع بعض يعني، بس آخر شيء بيموتوا. إيه بيموتوا؟ يعني أنا وكاميليا رح نموت؟ شو دخلك أنت وكاميليا؟ أنا قصدي جدو وجولييت. أنا إيه بدي أقول لك جدو وجولييت بس خربطت. إيه خربطت؟ يعني جدو وجولييت رح يموتوا؟ لا شو يموتوا، بس أنا في شغلة ماني فهمانة. هلأ ماما عم تعمل هيك لأنه هي حست إنه جولييت سبب مشكلة مرض جدو، بس جدو ليش ما عم يرضى يحكي مع جولييت؟ إيه صح ليش؟ كيف بدي أقول إني أنا مريض وخلال أيام بس حياتي راح تنتهي؟ كيف؟ كيف بدي أقول إنه التحاليل اللي عملتها كشفت عن مرض خطير وغريب ما إله دواء؟ ما له دواء؟ أنا إمتى آخر مرة حكيت مع نوال بنتي؟ لا تكوني داعية علي شي دعوة جابتني أرض، ما بعرف. المهم يلي صار صار، لا هيك أنا لازم بعد عن جيجي شمس مضيئة سنبلتي الذهبية للأبد، لازم خليها تكرهني مشان بتزعل علي وقت تحين الساعة وأمضي بطريقي. بس أنا ليش عم بحكي مثل رامي؟ كمان ما بعرف كيف بدي أقول لمنى ولار ورام ومحمود إني مريض وراح ودعون عن قريب. أحسن شي اكتب له رسالة ومثل أي كائن نبيل اختفي من حياتهم مشان يعانوا معي ومع مرضي، ولازم بهي الرسالة اكتب كل الحقيقة يلي كنت مخبيه عن الكل. حقهم بعد ما فارق الحياة يعرفوا حقيقتي ويعرفوا السر، هذا هو الحل. أنا لازم اكتب الرسالة. هلو بمقلب جديد، بس اليوم مع مين؟ مع كاميليا ولارا. شو راح يعملوا؟ راح يطيروا البالون، بس كيف؟ تعالوا نشوف. سوري فيك تهدي لي بس لغسل هديتك؟ هديت على كل حال. فيك تهدي لي البالون؟ البالون ما تهدي لي. هي طيب طب ليه طيرت لي اياه؟ بلا انت مسكته طيرته. يا كيف طيرتي لي؟ مش مقبول مش معقول تطيري لي لا ولو. شو شبك؟ ليه طيرتي لي؟ طيرتي لي؟ ما طيرتي لي هي فلتت بسرعة. يا الله بس والله بالغلط والله بالغلط. متى هي تركته؟ والله ما بقصدي. بس بالغلط والله بالغلط. شو بدك اعمل؟ قولي. ما بدي شيء. زعلتها. ده حقه البالون، ده حقه. 20 دولار؟ اعطينا 20 دولار. ما في حقه 20 دولار مش 1000 ليرة. 20 دولار حق ال بلشت المكافأة. اممم
ما بدي حدا يقشرني. هلا بالخميس. خلصت الشمعة. فريد بدوف راح تنكش من كل شيء ابو حبوب. جاي جدا مات فرز طق يا عم. بتآمري عليا معي.